وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن مرور 25 عاما على تولي جلالة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم هي مناسبة عزيزة وغالية على مملكة البحرين وشعبها. وأشار سعادته إلى أن سياسة جلالة الملك المعظم ورؤيته الثاقبة استندت على مبادئ الأخلاق والقيم الإنسانية التي يتحلى بها جلالته. تحتفل البحرين شعبا وحكومة وقيادة بيوم عزيز على القلوب، يوم تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم ومرور 25 عام على ذلك، فنحن اليوم نحتفل باليوم الفضي لتولي جلالة الملك. استرعى انتباهي في كلمة جلالة الملك للشعب تركيز على الإنسان، ابتدأ بذكر مآثر صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان رحمة الله عليه، ثم عرج على نفسه بأنه على العهد كما كان والده سابقا، وثلث بي ذكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فتقريبا أنا استنتجت أن تركيزه الله يحفظه ويطول بعمره كان على الإنسان، على الأخلاق، على المبادئ، على القيم التي أنشئت عليها هذه المملكة الغالية، والتي قيادتها وشعبها على نفس النهج كما كان القادة في السابق. نتمنى لصاحب الجلالة طول العمر والعمل الصالح، ونتمنى لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التوفيق في القيادة، قيادة مجلس الوزراء تحديداً في رسم الخطط والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها من أجل نهضة هذا البلد الغالي على الجميع.